يقول السائل من السودان: لماذا منعت المرأة من زيارة القبور؟ وإذا مرت هي بالمقبرة هل تدعو لهم؟ منعت لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منعها، لعن الله زوارات القبور المتخذين عليها المساجد والسرج، وذلك لأن المرأة ضعيفة قد تتأثر إذا رأت قبر قريبها أو زوجها تتأثر وتجزع، وكذلك المرأة إذا انطلقت وذهبت إلى المقابر فإنها تكون عرضة للفساق وعرضة لمن يرصدها ويجري خلفها ويراقبها، فلا تذهب إلى المقابر.